الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمده تعالى ونشكره ونستعينه سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا وإن من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. موضوع درس هذا اليوم المبارك السعيد حركة التقريب بين المذاهب، منطلقاتها وآفاقها المستقبلية، انطلاقا من قوله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد البشرية محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الميامين. السلام عليكم صاحب الجلالة وقائد هذا الشعب الوفي الأمين وقائد هذه المملكة الشريفة الظافرة، والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات الحاضرون في هذا الدرس. إنه لشرف عظيم لي أن أوفق هذا العام للاشتراك في هذه المسيرة الطيبة وهذه السنة الحسنة التي أسأل الله تعالى أن يجعل ثوابها على هذه الأمة ووصول هذا الشعب إلى كل ما يصمو إليه إن شاء الله. موضوع هذا الدرس الذي اقترح هو حركة التقريب بين المذاهب الإسلامية في إطار هذه الآية الشريفة، وتشبه هذه الآية آية أخرى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والحقيقة هناك مصطلحان ينبغي أن يوضح الأمر فيهما قبل أن نتحدث عن هذه الحركة: مصطلح التقريب ومصطلح الوحدة. وربما رأيت أحيانا من يخلط بين الأمرين ويقول لنا: لماذا تستعملون التقريب والوحدة أفضل؟ الحقيقة الوحدة يراد بها وحدة المواقف العملية لهذه الأمة، هذه الأمة بكل قطاعاتها وبكل جماهيرها يجب أن تتخذ موقفا واحدا تجاه قواياها العامة الداخلية وتحدياتها الخارجية. ليس هناك من مجوز أن تختلف مواقف هذه الأمة تجاه هذه القضايا. أما مصطلح التقريب فهو مصطلح يراد به أن يقرب بين الأفكار. الأفكار لا يمكن توحيدها،
أو فلنقل من الصعب أن توحد الأفكار، لأن المنطلقات مختلفة، أساليب الاستدلال، مواقف النظر تختلف، ولذلك فهي تختلف بالنهاية. ولم أجد في النصوص الإسلامية نصا يدعو إلى توحيد الأفكار، لأن القرآن فطري وهو يعلم أن الأفكار تختلف بشكل طبيعي. نعم، هناك دعوة للتقريب بين الأفكار، ويقصد بها أن علينا أن نبحث عن المساحة المشتركة بين الأفكار أولا، ثم السعي نحو توسعة هذه المساحة المشتركة ثانيا، ثم التعاون في تطبيق هذه المساحة المتفق عليها ثالثا، وهناك مرحلة التعذير، يعني إذا بقي الاختلاف حينئذ يعذر بعضنا بعضا فيما نختلف فيه. هذه الحركة في الواقع تمتلك منطلقاتها كثيرة. أهم منطلقات هذه الحركة أولا نفس اتجاه الإسلام نحو تعميق الوحدة بين أبناء الأمة. التقريب طريق إلى الوحدة، التقريب في الفكر يساعد على توحيد الموقف العملي. رأيت رواية تروى عن الإمام علي تقول: العقول أئمة الأفكار، والأفكار أئمة القلوب، والقلوب أئمة الأعمال. تحليل لشخصية الإنسان. الإنسان هكذا لديه طاقة عاقلة يفكر بها، فالعقول توجد ثروة ضخمة من الأفكار. والأفكار عندما تتعمق في النفس تتجه العواطف لتحقيق هذه المقاصد، مقاصد هذه الأفكار. والعواطف كلما تعمقت كلما ازدادت أوجدت الإرادة الإنسانية، والإرادة الإنسانية بطبيعة الحال هي منطلق السلوك الإنساني. كلام الإمام علي في الواقع يحلل هذه الشخصية. على هذا الأساس نحن إذا قربنا بين الأفكار في الواقع ساعدنا لتوحيد الموقف العملي. منطلقات هذه الفكرة نفس اتجاه النصوص لتحقيق الوحدة الإسلامية. القرآن سلك مختلف السبل ليؤكد أن هذه الأمة خصيصتها الوحدة. خصيصة القرآن للأمة الإسلامية أن تكون واحدة، وبدون وحدتها لا تستطيع أن تدعي أنها تملك خصائصها القرآنية. أساليب كثيرة، يعني أنا أشير بسرعة لها، مثلا من أساليبها مباشرة القرآن يؤكد على قضية الوحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة. من أساليبه التذكير بحالة الخلاف والشقاق، عندما يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. من أساليب القرآن، أساليبه كثيرة في هذا المجال، تأكيده على أن العدو يتحد، فلماذا لا تتحدون؟ عدوكم رغم ما فيه من خلافات هو يتحد ويتجمع وأنتم متفرقون. الآية تقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هم بينهم ولاية عامة. إلا تفعلوا هذا العمل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أذكر المرحوم السيد أبو الحسن الندوي وهو كاتب إسلامي كبير ركز على هذه الآية في آخر رسالة له قبل أن يتوفاه الله إلى مؤتمر القمة التاسع في قطر.
يقول هذه الآية اكتبوها على قلوبكم، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. النصوص الإسلامية تجعل المسؤولية مشتركة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تجعل النشيد واحدا، تجعل القانون في هذه الأمة قانونا واحدا اتجاه هذه الأمة بالصلوات المتقاربة عرفا اتجاه واحد. كل هذه الأمور تشكل منظومة رائعة لتحقيق وحدة هذه الأمة وانسجام قلوبها. الآية القرآنية تذكر بأن سر النصر الإسلامي الأول هو هذه الوحدة. الآية تقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. كان تأييد الله بالنصر وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. نفس هذا الاتجاه في النصوص يشكل منطلقا لكل طريق يوصل إلى الوحدة الإسلامية. من المنطلقات أن كل المذاهب الإسلامية المعروفة اليوم تشترك في كل الأصول الإسلامية والمبادئ والحدود التي من خلالها يدخل الإسلام الإنسان إلى الإسلام أو يخرج إلى الكفر، كلها تؤمن بهذه الحدود، كلها تؤمن بالمفاهيم الإسلامية التي تنبثق من هذه الأصول العقائدية، كلها تؤمن بالحضارة الإسلامية ومقاطع هذه الحضارة. حتى في المجال التشريعي أنا رأيت أن كثير من كبار المفكرين كانوا يؤكدون أن المذاهب تشترك في أكثر من 90%. مرحوم محمد المبارك كان يقول أنا حققت أن أكثر من 90% من المذاهب من الحياة تشترك فيها المذاهب. مع الأسف الأمة الإسلامية يعني تنسى هذه 90 أو 95% وتركز على هذه 5% التي تختلف فيها. أيضا هذا منطلق للسير نحو التقريب. من المنطلقات مسألة أن القرآن والنصوص الإسلامية تركز على قضية الحوار. أنا أدعي وأرجو أن يرشدني العلماء وجلالة الملك إذا كان هناك نقص، أنا أدعي أن هناك نظرية كاملة للحوار الإنساني الدقيق المنطقي في القرآن الكريم. هذه النظرية تركز على مقدمات الحوار، تركز على المتحاورين وما هي شروطهما، تركز على منهج الحوار، تركز على مادة الحوار، تركز على هدف الحوار. كل هذه الأمور هناك آيات كثيرة تركز عليها. في مسألة مقدمات الحوار نجد أن هناك تأكيد على أن يكون المحاور أو الداعي إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هي ما يسمى بالتحرير، علماؤنا يسمى بتحرير محل النزاع، يعني عما نتحدث، ما هو تعريف هذا الشيء الذي نتناقش فيه. أحيانا لا يتحدث المتحاوران عن تعريف الشيء، كل منهما يقصد شيئا ويقصد الآخر شيئا آخر. أنا كنت مرة أستمع إلى ما نقل عن الإمام مالك رضي الله عنه من أن الاستحسان 9 أعشار العلم. في قبال هذا هناك مقولة مروية عن الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. رأيت بونا شاسعا بين أن يكون الاستحسان 9 أعشار العلم وبين البدعة والتشريع. تساءلت مع أساتذتنا، وإذا كل منهما يقصد شيئا غير ما يقصده الآخر،
يعني الاستحسان عرف تارة بمعنى ما يستحسنه المجتهد بعقله دون ضوابط. طبعا هذا شيء مرفوض من الإسلام والتشريع. وعرف أيضا بأن الاستحسان تقديم أقوى الدليلين، وهذا أيضا 19 العلم، تقديم أقوى. إذا كان لدي دليلان أحدهما أقوى من الآخر وهما يتعارضان، أقدم الدليل الأقوى بلا ريب لأنه هو الحجة. على أي حال، مسألة تحرير محل النزاع، مسألة انطلاق الحوار من مسلمات أولية، يعني يجب أن يكون بين المتحاورين مسلمات أولية حتى يمكن إرجاع الحوار إليهما متفق. أما إذا كان الطرف الآخر لا يؤمن بأي مسلمة ولا يؤمن بأي قيمة ولا يؤمن بشيء أصيل مشترك، كيف نتحاور معه؟ إذا كان الطرف الآخر يقول أنا معياري أن أقلد ما قاله أبائي، ما ألفينا عليه أباءنا، لا أستطيع أن أتناقش معه في أي قضية لأنه لا يملك معيارا إلا أن أبطل ما لديه من معيار باطل ثم أتحدث معه في نقاش. أريد أن أقول هناك تصور عن مقدمات الحوار، هناك تصور عن شروط المتحاورين. المتحاوران أولا يجب أن يكونا بمستوى الحوار، لا يمكن الحوار بين طالب ابتدائية وأستاذ في فيزيائي جامعي في قضية فيزيائية، يجب أن يكونا على مستوى الحوار على مستوى العلم. القرآن يقول لهؤلاء ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، جيد، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ فيما ليس لكم به علم أنتم لا تستحقون أن تحاجوا وتجادلوا. إذن مسألة أن يكون المتحاوران على مستوى القضية، أن يكون المتحاوران موضوعيين. القرآن الكريم يقول في سورة سبأ الرسول العظيم على عظمته وعلى إيمانه عندما يتحدث مع المشركين يقول لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الرسول يقول وإنا وإياكم، يعني بهذه الروح الموضوعية يدخل للحوار من أروع أنواط الحوار الموضوعي هذا، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أنا كنت أطالع التاريخ، رأيت قضية جميلة الإمام علي في قضية التحكيم الذي حدث بعد صفين، وكان هناك حكمان، هذين الحكمين يقول لهم الإمام انظر فإذا رأيتم أن معاوية أحق بها، يعني بهذه الخلافة، فثبتاه، وإذا رأيتموني أحق بها فثبتاني. بهذه اللغة يطلب منهما. هذا المعنى لم يفهمه الخوارج، قالوا له إذن أنت تشك في أحقيتك للخلافة. وخرجوا عليه. الإمام علي كان يقول لهم لا يا إخوان، أنا مطمئن بما بحقي، ولكن أردت النصف، لأن رسول الله كان يؤمن بربه غاية الإيمان، ومع ذلك يقول له القرآن هكذا خاطب الآخرين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. من شروط الحوار احترام الآخر، من شروط الحوار عدم الدخول في نزاعات جانبية. نفس هذه الآية في سورة سبأ تقول بعد هذه الآية، الآية الثانية، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. لماذا ندخل في تذكير الآخر بالسوابق؟ لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. عدم الانحراف إلى قضايا جانبية والتركيز على القضية الأصلية. والجميل هذا التقابل، لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، لم يقل تجرمون، وإن كان الجناس كان يقتضي أن يقول عما تجرمون، قال عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، احتراما للطرف الآخر.
نفس هذه السورة في الآية 47 رأيت شرطاً آخر للحوار، وهو أن يكون الحوار في جو هادئ، أن لا يكون في جو ضوضاء وتهويل وصراخ. في هذا الجو لا يمكن الاستدلال. كان المشركون يوجهون تهمة الجنون للرسول، مجنون مجنون، بصراخ بزعيق. في هذا الجو القرآن يطلب منه أن يكسر هذا العقل الجمعي. الآية تقول: قل إنما أعظكم بواحدة، لا أريد منكم إلا شيئا واحدا، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، ارجعوا إلى بيوتكم فردا فردا أو اثنين اثنين، ولكن فكروا لله. هل صاحبكم الذي عاش معكم هذه المدة الطويلة مجنون؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أريد أن أقول هناك نظرية متكاملة في قضية الحوار المنطقي، والمنطقية يؤكد عليها القرآن. قل هاتوا برهانكم، برهان المنطق اذكروه، هذا هو المعيار. إذن دعوة النصوص الإسلامية نحو الحوار منطلق من منطلقات هذه الحركة. أيضا من منطلقات هذه الحركة حرية الاجتهاد. كلنا نروي هذا الحديث الذي يعطي المجتهد المصيب أجرين والمخطئ أجرا واحدا. الاجتهاد مفتوح ومسموح به في الإسلام. والواقع أنا أعتقد أن هذه العملية يجب أن تستمر باستمرار على مدى الأعصار، لأن الاجتهاد لا يفقد مبرراته. الشريعة الإسلامية لم تعطى بشكل كتاب منظم مقسم، أعطيت في مجموع النصوص، في مجموع النصوص الإسلامية. ويحتاج الإنسان المجتهد أن يبحث هنا عام النصوص، خاص النصوص، ناسخ النصوص، المنسوخ، المقيدات، حتى يستخرج تصور الشريعة عن الواقع وعن الحكم الإنساني. أريد أن أقول من مبررات الجهاد هذا المعنى الاجتهاد. من مبررات الاجتهاد بعدنا عن عصر النبي، عن عصر النص، وضياع الكثير من القرائن. فإذا نحتاج لأن ندرك مقصود الشارع من هذا النص أو من ذاك، وهذا يحتاج إلى اجتهاد. من مبررات الاجتهاد أن هناك قضايا مستجدة كثيرة اليوم نحن نشعر بها. نحن في مجمع الفقه الإسلامي الدولي منذ 20 عاما تطرح علينا قضايا مستجدة كثيرة وعقود معقدة كثيرة. هناك المستقبليات، هناك عقود الأخرى، حتى قضايا ربما لم نشعر بأهميتها تطرح بشكل دقيق. قضية الموت، كيف يتحقق الموت، بما يتحقق الموت، بفناء الدماغ، بموت القلب، بماذا يتحقق؟ ويترتب على هذا أحكام كثيرة، أحكام الإرث، أحكام كثيرة يترتب على هذا المعنى. وهذا يحتاج إلى دقة وإلى عمق، ويحتاج إلى اجتهاد لمعرفة الحوادث المستجدة وما هو رأي الإسلام فيها. الإسلام إذن قضية الاجتهاد قضية لازمة، لكن طبعا الاجتهاد فيه خطر، خطر الذاتية، أن الإنسان المجتهد أحيانا تؤثر عليه ذاتياته، أحيانا يجرد الدليل من ظروفه الخاصة ويستنبط حكما خلاف ما أراد الله، أحيانا يتخذ موقف تجاه النص، يعني يفرض موقفه دون أن يشعر على النص. هناك خطر الذاتية. أذكر أن بعض الفقهاء استدل على جواز الإنتاج الرأسمالي للأفراد من نصوص يسمح بها الرسول لمجموعة للحصول على المعادن الظاهرة، على الأملاح، على كذا. يقول سمح الأفراد، فإذا للإنسان أن يستفيد من المعادن. هذا نص في ظرف خاص تنقله إلى استفادة إنتاج رأسمالي، بحيث تأتي شركات ضخمة وتستفيد من آبار نفطية ضخمة لمصالحها دون أن يكون لولي الأمر الحق في السيطرة عليها.
هذا أمر غير مقبول في الاستفادة من النصوص. أنا أريد أن أقول في خطر، هناك خطر للذاتية، لكن علماء الأصول حاولوا أن يضبطوا الاجتهاد بدقة بضوابطه المعينة، ووضع علم الأصول الذي يسمى بعلم منطق الفقه، يعني دراسة القضايا التي تدخل في عملية استنباط الأحكام الشرعية. علم الأصول من أروع العلوم الإسلامية، وأأسف كثيرا سادتي وسيداتي لأن هناك اهتماما قليلا بهذا العلم، وهذا العلم هو علم أصيل، وهو الذي يضمن لنا عدم انحراف الاجتهاد إلى مسارات أخرى. أنا آسف كثيرا لأن الوقت قد تم، ولا أريد أن أخذ عليكم أوقاتكم، ولكن هناك منطلقات كثيرة. هذا الاجتهاد أدى إلى نشوء مذاهب في القرن الثاني وفي القرن الثالث. هذه المذاهب كان تعاملها تعاملا عقلانيا طبيعيا جيدا، وكان الاختلاف اختلافا هو في غنى الأمة. كان التعامل بين الأئمة تعاملا رائعا. مع الأسف الشديد يعني وصلت المذاهب إلى 139 مذهب، كما يقول الدكتور علي السايس. الدكتور أسد حيدر يقول 50، علي السايس يقول 100. وفند كثير من هذه المذاهب، وبقيت مذاهب اليوم الباقية هي 7 أو 8. هذه هي المذاهب التي بقيت. كان المفروض أن تتعايش بشكل جميل وأن تقدم ثراء للحاكم الإسلامي. مع الأسف الشديد غيرت منهجها العقلاني بفعل عوامل شخصية وربما عوامل سياسية. تحولت المذهبية إلى طائفية، وجرت أنهار من الدماء والدموع خلال تاريخنا. بدل أن تكون هذه المذاهب غنى، صارت مركز للصراع والقتال. وما نراه اليوم في العراق، أنا كنت أطالع في قضايا بغداد، هم أيضا كان جماعة الكرخ يهجمون على الرصافة ويقتلون مقتلة عظيمة قربة لله، وجماعة الرصافة بعد مدة يهجمون على الكرخ ويقتلون مقتلة عظيمة قربة لله، وكل يتقرب وكل يدعي وصلا بليلة. هذه الحالة اليوم نجدها في العراق المسكين المبتلى بهذه النزاعات السخيفة. وأنا أعلم العراق، أعرفه، العراق شعب متحد ملتحم، ليست فيه هذه الخلافات. مع الأسف حرك أعداء الأمة في هذه الخلافات ليصيدوا في الماء العكر وليحققوا أهدافهم. حركة التقريب جاءت لتعيد الحالة العقلانية إلى هذه الأمة، وتجعل العلاقة بين المذاهب علاقة فخر للأمة بدل أن تكون علاقة نزاع. أنشئت في 40s من القرن الماضي، ودخل فيها علماء كبار من الأزهر وعلماء كبار من النجف، وكان فيه من مراغي، كان فيه من مدني، هناك كان فيه من برجردي، كان فيه من كاشف الغطاء. هذه الحركة مشت بشكل جيد، لكنها خوت وذوت بموت أبطالها وراحت مجلتها. الحمد لله بعد هذا أحيت هذه الحركة، وكان لدول كثيرة دور كبير في دعمها، للمغرب دور كبير، للبنان، لمصر، لإيران، لكل هذه الدول تعاونت على دعم هذه الحركة. هذه الحركة اليوم مشت، أنا لا أريد أن تجاوز وقتي المحدد، هذه الحركة اليوم حركة تركت أثرها الجيد. الإسيسكو جعلت من أهدافها التقريب بين المذاهب الإسلامية، مجمع الفقه الإسلامي جعل من أهدافه التقريب بين المذاهب الإسلامية، وفي مؤتمر القمة الاستثنائي الأخير في مكة دخل التقريب بين المذاهب الإسلامية باعتباره جزءا من الخطة العشرية لمجموع الأمة الإسلامية. إذن هناك تقبل جيد لهذه الحركة، وأنا أتوقع لها مستقبلا جيدا، ويجب أن نعمقها حتى نستطيع أن نسد الطريق على أعدائنا وأن نمنع تحقق تآمرهم على وحدة هذه الأمة. هنا أذكر بأن هذه الحركة لها سياسات، منها
التعاون في المتفق والعمل على تنفيذ هذا المتفق، وكما قلت التعذير في حالات الاختلاف، وبالتالي من سياسات هذه الحركة عدم مؤاخذة الآخر بلوازم كلامه. أنا أتصور أن كلامك يؤدي إلى الكفر فأتهمك بالكفر، وأنت تتصور أن كلامي يؤدي إلى الكفر فتتهمني بالكفر، مع أني لا أؤمن بهذه الملازمة التي تتصورها في ذهنك. عدم المؤاخذة باللوازم، ترك مسألة اختيار المذهب، وعدم الترويج، وعدم محاولة التسريب، وعدم محاولة التغليب، ومحاولة التذويب للمذاهب، كل هذه الأمور أمور مرفوضة في هذه الحركة، وأنا أتوقع لهذه الحركة مستقبلا زاهرا. وأرجو أن تعود هذه العقلانية الأولى التي كانت بين المذاهب. أنا أنقل نصا بسرعة عن الإمام مالك. الإمام مالك وهو إمام المالكية وكان تلميذا الإمام الصادق، هذا النص يقول الإمام: كنت أدخل على جعفر بن محمد فيقول لي: يا مالك إني أحبك، فيسرني ذلك وأحمد الله عليه. وكان لا يخلو من إحدى ثلاث حالات: إما صائما أو قائما أو ذاكرا. ولقد حدشت معه مرة فلما بلغنا التلبية أراد أن يقول لبيك أرتج، قلت له: قلها يا أبا عبد الله. قال: والله يا ابن أبي عامر أخاف أن أقول لبيك فيقول الله لي: لا لبيك ولا سعديك. هذه العلاقة الجميلة بين أئمة المذاهب يجب أن تعود بين أتباعهم، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لإعادة هذه الروح العقلانية. وأختم حديثي ببيتين أو بأبيات لشاعرين عراقيين. هناك الشيخ محمد رضا الشبيبي كان يقول: حقق الوحدة لا تفسخها نزعات الرأي والمعتقد، أنا آليت على ألا ألا أرى فرقة، هاكم على هذا يدي. ويقول شاعر آخر توفي رحمة الله عليه، يقول: ومشت تفرقنا يد مسمومة، متسنن هذا وذا متشيع، يا قاصدي قتل الأخوة بيننا لم الشباك، فطيرنا لا يخدع غرس الإخاء، كتابنا ونبينا فامتد واشتبكت عليه الأذرع. والسلام عليكم ورحمة الله. وجزاكم تفضلوا بدعاء الخاتم ونتشرف. وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.